باقي لك علامة، هذا النخيل باقي لك علامة، العصير تنزه حمامة، العفاف الذوق الوسامة. ديما ديما بتمنى على السلامة، ديما بتمنى على السلامة، التقدم تاني الأمان. ديما بتمنى لها السلامة، وتمنياتنا دائما بالسلم والسلام لكل أهالي بلادي في أصقاع المختلفة. متابعي المساء الجديد، مساء الخير ومساء جديد، نلتقيكم من خلاله مع مجموعة من الفقرات التي أعدت لكم من فريق الإعداد. وفي بداية الحلقة بنعتذر عن تواجد الزميل أمجد نور الدين معنا لظرف خاص وبس. يمكن في اليوم الوحيد اللي فيه التهاب في الحنجرة في مذيعين حايمين ببرا وأنا ما لاقية ولا زوريكم معي في الاستوديو يعني، فلهم التحية أكيد لكل الزملاء. وبسم الله نبدأ أولى الفقرات في هذه الأمسية، ليلة وفاء للفنان مصطفى سيد أحمد، هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية مشاهدين تجارب في الفن التشكيلي مع ضيفة كريمة نعرف عنها في حينه. الفقرة الثالثة تخريج دفعة جديدة من ضباط القياس والمعايرة. والفقرة الأخيرة وقوف على ذكرى رحيل الفنان الذري إبراهيم عوض. مجموعة من الفقرات المنوعة والمتجددة في انتظاركم مشاهدينا. ضربة البداية لحن عرفني منك رائعة الراحل مصطفى سيد أحمد بصوت عمر خليل ونعود استديو مساء جديد، ابقوا معنا. ضبضبادك في الأسى ضبضبادك في الأسى وتبقى انت الظالم القاس النساء وغصب عني أزيح ظنوني وأقول عليك قول عليك انت المسامح وفوق شجوني اعيش زمان بالفرقة جارح وفوق شجوني وفي احتمالي وبالي انك
تسايك فيني ظنك رغم انك انت عارف انه منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للمسافة وللخيال يشغلني منك للمسافة وللخيال يشغلني منك عارفني منك عارفني. عارفني منك عارفني منك عارفني منك الزمن يقدر يحول قلبي عنك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للمسافة وللخيال يشغلني منك للمسافة وللخيال يشغلني منك عارفني منك عارفني عارفني منك عارفني تحرمني منك والمواعيد لا بتجيب منك تودي تحرمني منك تحرمني منك والمواعيد لا بتجيب منك تودي للشجن قادر يجيبني عليه للشجن قادر يجيبني عليه عدي للتحايا وللمشاعر الحية في جوا الحنايا للتحايا وللمشاعر الحية في رسالة تجيني منك لا خبر طمني عنك لا رسالة تجيني منك لا خبر طمني عنك وانت سايق فيني ظنك انت سايق فيني ظنك رغم انك انت عارف انه منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للمسافة وللخيال يشغل
المسافة ولا الخيال يشغلني منك عارفني منك عارفني عارفني منك عارفني المنضمين لمتابعتنا في هذه الأمسية أمسية الأربعاء. وقبل الفاصل الإعلان مشاهدينا بكل الحزن والأسى أسرة قناة النيل الأزرق بتنعي المخرج صلاح أوندي، عمل بتلفزيون عطبرة ثم انتقل إلى تلفزيون القومي في مطلع الثمانينيات، وعمل أيضا كمعيد برامج لعدد من السهرات، ومن ثم انتقل لقناة النيل الأزرق وعمل أيضا بقناة أم دروان. الله رحم الله الفقيد الأستاذ صلاح أوندي، وأسكن فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يمكن تجربة الأستاذ صلاح أوندي في التلفزيون القومي شملت أيضا برامج الأطفال، ومنها برنامج الأطفال الأشهر جنة الأطفال، وفي قناة النيل الأزرق أيضا برنامج مشاوير، واحدة من البرامج اللي كانت تأسيسها بفكرة الأستاذ صلاح أوندي، وهو أحد البرامج المستمرة حتى هذا اليوم. كل التعازي
لأسرة الفقيد الأستاذ صلاح أوندي، ونتمنى أن ربنا يلهمهم الصبر والسلوان. مشاهدينا، عقب الفاصل الإعلاني الأول نعود لاستعراض فقرات هذه الأمسية. كرما فقط ابقوا معنا. مرحبا مشاهدينا من جديد. وأول لحن استمعنا له في هذه الحلقة كان عرفني منك رائعة مصطفى سيد أحمد بصوت الفنان اللي أجاد كثيرا أداء هذه الأغنية عمر خليل. أيضا في ذات الاتجاه للوفاء للراحل مصطفى سيد أحمد، كانت هنالك ليلة وفاء شهدتها كاميرا المساء الجديد بنادي الشاطئ بأم درمان، ومن خلالها تم الوقوف على أهم المحطات الفنية في حياة الراحل مصطفى سيد أحمد من نادي الشاطئ الأم درماني. نتابع جانب من هذه الفعالية ونعود لمواصلة الحديث في بقية فقرات هذه الأمسية. هذه الليلة اختيارنا لمصطفى سيد أحمد بيجي ضمن الخطة السنوية للنشاط الثقافي لنادي الشاطئ. نحن بدأنا الموسم الثقافي 2017 بذكرى الاستقلال، ثم 21 مارس الاحتفال بعيد الأم، والشهر الفات في أبريل عملنا احتفال ضخم ليلة الشاعر العبقري أو عبقري الحقيبة سيد عبد العزيز، ودي يتكلم فيها السير كدور. ونحن في شهر مايو مع ليلة الوفاء للفنان الراحل مصطفى سيد أحمد، ويستمر الموسم الثقافي ونستعيد منذ الآن لشهر رمضان. دائما في شهر رمضان نحن بنشترك في الدوري الثقافي لأندية ولاية الخرطوم، هذا الدوري الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، ونحن في طور الإعداد لهذا الدوري خلال شهر رمضان، ده بالإضافة للعديد من البرامج الثقافية الأخرى. احنا في نادي الشاطئ الرياضي الثقافي الاجتماعي يعني بنفتكر انه كل دور الأندية منوط بها عبء كبير في الثلاثة محاور الاجتماعية والثقافية والرياضية تجاه شباب منطقتها والدائرة الجغرافية اللي بتقع فيها، ويمكن ده السبب وراء انشاءنا لمنتدى الشاطئ الثقافي لمباشرة هذه المهام. حقيقة احنا في استعداداتنا لبرنامج رمضان تحديدا على المستوى الاجتماعي طبعا بنظم بعض الافطارات الجماعية لأهل الحي، وبيكون فيها التقاء فكري اجتماعي بيتم فيه مناقشة العديد من القضايا اللي بتعني أهل المنطقة. نادي الشاطئ من الأندية اللي لها أبعادها الثقافية والاجتماعية، وتقدم كثير من البرامج الحية،
والناظر إلى هذا الحضور النوعي والكمي والكيف الموجود هنا يعني بدي دليل على أساس أنه هذا النادي له يعني إقبال شديد جدا منقطع النظير. تجسيد ويعني ذكرى كثير من القامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفنية هي من هم هذا النادي أو وما يقدم اليوم عن المرحوم مصطفى سيد أحمد يعني من الأشياء المهمة جدا جدا. قبل أقدم عن سيد عبد العزيز يعني عندهم منتديات جميلة جدا جدا ومغرية. في هذه الليلة التي هي ليلة وفاء للفنان الكبير الراحل المقيم مصطفى سيد أحمد، والحقيقة الكلام عن مصطفى سيد أحمد لا يعدو أن يكون يعني تكرار لما سبق، لأنه مصطفى لم يترك كل شاردة أو واردة إلا وقد ملكها للناس من خلال أغنيات ومن خلال يعني ذكريات طويلة ضمتها سيرته العطرة. وهو كان كتاب مفتوح في حياة السودانيين وعشقه للإنسان والأرض والحياة والجمال. يمكن خلق منه فنان متفرد و يعني قدم الكثير من الأغنيات، والأغنيات جميلة في زمن قياسي. كل الخطاوي الممكن بقدر عليه بعرفها، خوفيت ما قصرت في حقي ولا كان عرف غيرك الصادقة. قدر هواك يجيبني ليك يما قلوب نوه اللفا، وقدر هواك يجيبني ليك يما قلوب نوه اللفا، واكتب بقيت معايا أعماق مشاعري المرهفة، لا مني ابتدت الظروف لا بيك انتهت الأمان المترفة، لا مني ابتدت الظروف انتهت الأمان المترفة. شكرا جزيلا لكل المتحدثين في المحطة السابقة، وهي تجربة تستحق الوقوف عنا ولو كان هذا الوقوف عبر ليالي وفاء، لأنه تجربة غنية وثرة هي تجربة الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد. فاصل إعلاني مشاهدينا، ونستقبل أولى ضيوف الاستوديو كرما، ابقوا معنا.